ما شاء الله تبارك الرحمن، شعر الموديل كيرلي وكثيف يجنن ما شاء الله. طبعا هو مغسل وناشف، ببدأ استخدم عليه الستريتنر على طول. طبعا الجهاز فيه 5 درجات حرارة، تختارين حسب اللي يناسب شعرك. بديت اخذ خصل صغيرة من الشعر، بس والله ما تتخيلون شلون مسحة واحدة، بس مسحة واحدة تقلب الشعر قلب. اوريكم الحين النتيجة، مرة يجنن الجهاز. البنات شعرهم كيرلي مجعدة، يختصر عليهم وقت. شوفوا كيف، وريني، متخيلين هذه مسحة واحدة كيف تحول الشعر من كذا الى كذا؟ شيء يجنن ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا الحلو في الجهاز اللي هو الامان العالي، لما احط يدي ما احس بحرارة مع اني حطيتها على اعلى درجة، فامان عالي انه تقربينه من الجذور، تبدين من جذور الشعر ما تحرقين الفروة. اسمي هذا الجهاز الفرشاة السحرية، فظيع فظيع يعني، ما تتخيلون هذا ما اخذ منه دقائق، على انه طويل ما شاء الله الشعر وكيرلي، لكن ينجزك. طبعا شو يميز هذا الجهاز عن باقي الاجهزة؟ ليش سريع؟ لانه يوزع الحرارة من 3 جهات، يكوي الشعرة من 3 جهات، فعشان كذا تخلصينها من مسحة واحدة بس. تدري قلت بتروح عصريتي كلها عليها على الشعر، بس فظيع الجهاز، ينجز ينجز. انا انصح فيك خاصة البنات اللي شعرهم كيرلي ومجعدة، فظيع.